قرين وزيارة خاطفة إلى ذهب. هذا وقت ذهب هاليومين. ترتيبات كاملة طبعا ما شاء الله. ذهب غني عن التعريف. زرت أكثر مرة، غطيت أكثر مرة، كل شيء خطر على بالك سواء للبر أو حتى للمطبخ. يعني هني هذا قسم الدلال وما الدلال، الفناجيل بأنواعها، تحت كل مطابخ يعني، أو خلينا نقول أواني بأنواعها، يعني شيء للبر وشيء لا والله، حتى البوفيهات موجودة. عندك المباخر هني بأنواعها، كل شيء خطر على بالك. عندك الدلال أكثر من نوع، هذه مثلا هني القصة البغدادية، هذا كله دلال حبش اللي هي مالت حايل. عندك هني دلال سورية، وهني طبعا معروف أو غني عن التعريف اللي هي دلة العساف بألوانها. الدور الثالث فوق في ذهاب عندك هذا قسم الصيد، منهم سجمة وأنواعها وشغلها، حتى شغل صقور، كل شيء موجود هني. عندك هني يبدأ تقريبا شغل الكراسي، هذا النوع من الكراسي موجود. هذه ترى هذه ممتازة، السنة اللي طافت تكلمت عنها والآن مسوين عليها عرض ممتاز. هذه متكاملة، هني مكان حق عزك الله زبالة معاها، هذه كلها ترى، هذه السكاكين، البورد، هذا كله يجي معها، ما تحتاج إلى شيء واحد بس. مكان أي هوز عشان الماي، عشان توصل الماي هني، وأي مكان يسرب الماي بس، ويكون عندك مغسلة جاهزة بشغلها ترتيبها. شغلها قبل 32، سعرها قبل 32، الآن 25 و750. يصير عندك طاولة ومغسلة كاملة مكملة، تبيها حق كشتات أو حق مخيمات أو حق ركن معين عندك تطبخ فيه، طاولة جاهزة. عندهم طبعا هذه الكراسي، هذه الكراسي ترى لها قصة من بداية ذهاب، من فرع القديم اللي بفحيحين. ذهاب متخصص أصلا بهذا النوع من الكراسي، في كواليتي خاص حق ذهاب، وفي خلينا نقول التجاري أو السوق أو الشعبي، مثل هذا الشعبي يوفرون ذهب، يبيعون ذهب. هذا يا جماعة أنا أقول حق موسم، شوف طريقة اللحيم، شوف كمية الحديد اللي فيه، هذه يعني هذا خلينا نقول نظام شعبي وسعره حلو هني موجود بذهب في الكواليتي العالي. وينه اللي هناك؟ هذاك، هذه يسمونها كراسي ذهب. هذا يمكن اوكي تشوف الشكل تقول نفس الشكل، بس هذا شيل وحذف وقط وقط بالبدي، حط فوق اغراض، ما تحتاج سنه ورا سنه، لان هذا النظام الحديد قوي، هذا الحديد جدا قوي، فرق كبير ما بين هذاك. هذا صراحه عندي انا ويا فهد، عندنا من زمان صراحه ولا غلط، حتى مساعي يسولف لي يقول له سالم هذا الناس ما تشتكي منه ولا ترده الا بعد سنين، يجون يقول نبي نبدل الخام ونبدل لهم الخام. فإذا تبي شيء رخيص حق موسم موجود، تبي شيء طيب لك ولموترك لعزبتك خلاص جهزها، هذا حق سنين. وعلى فكرة اليوم حتى مساعي سولف يقول بس أنا ما سويناها من قبل، هذا بس الكمية اللي موجودة هنا، بس هذه الكمية هذه مسوين عليها عرض. الأربع مترين، طبعا مترين ومترين ومترين ومترين، أربع مع المدة ومع التكايات، مسوين عليها خصم طيب فقط للكمية اللي موجودة هنا. عندك هذا اللون، وعندك هذا اللون، وهذا بعد هذا نفسه برتقالي، وعندك الأحمر اللي هنا، هذا حلو. سعر العرض يا أحباب أربعة مثل هذا، الحين هذه مترين، أربعة مثلها وأربع تكايات ومدة، المدة اللي هي هذه طبعا تختارها نفس اللون كيفك، نفس الكواليتي ممتازة جدا. قبل كانت 120، اليوم 95 دينار الأربعة كاملة، يعني خلاص أنت من تأخذهم عندك الفرش كامل، عندك فرش اثنين ثلاثة، عندك نفس هذولي أربعة كراسي وأربعة تكايات. صراحة من الأشياء القوية في ذهاب واللي الحين مسوين عليها عرض، أنا عندي صراحة وشاريها من متى، من فرعهم القديم اللي هو دلاغات عزكم الله ذهاب. هذا دلاغ ذهاب ماركة أسبانية، صوف عندك هني، هذا صوف يسمونه صوف المارينو، أو خلينا نقول خروف المارينو، هذا خروف المارينو، هذا اللي طلعوا منه على فكرة التورمة مال الشالات. تبي تطرد الدفء عليك بهالصوف هذا. هذا عندهم أكثر من نوع ترى، هذا واحد، هذا نوع واحد، هذا -10، هذا ممتاز. هذا بعد ترى مو هين،
الأخضر أنا ترى أميل أكثر، سعره حلو. والعرض شو يقول؟ العرض يقول اشتري اثنين الثالث مجاني. اشتري اثنين ويكون الثالث مجاني. تشتري من هالنوعية اثنين تأخذ الثالث مجاني، تشتري من هالنوعية اثنين تأخذ الثالث مجاني. وترى والله العظيم ممتاز هذا دلاغ زحاب، شوف شوف حجمه، ممتاز ممتاز ممتاز، صوف هذا ممتاز، هذا حيل ممتاز. وفي واحد ثالث، ها هذا نوعية الصوف تفرق، نفس الماركة ترى، هذا براند أسباني وجايبينه زهاب وكيلة. قام جانا البرد بعد، مو بس الدلاغات، هذه الملابس الداخلية مالت زهاب معروفة ومجربة من سنين. ولا ترى على فكرة ما جابوها بعد سنة اللي بعدها واللي بعد، يعني كل سنة قاعد يجيبوا منها كمية، لأن ما شاء الله لها قبول والناس تمدحها وتستخدمها. البجايم بعد هذه عليها نفس العرض، تشتري ثنتين الثالثة مجاني. بس هني عاد كيفك، تأخذ القياسات اللي تبي عندك، من إكس سمول إلى ما شاء الله شنو عندهم أكثر شيء، ميديوم هني، ميديوم، إكس لارج، لغايتها عندك إكسين موجود. شوف من داخل شلون تكفى. هذا هذا حق الشتاء، هذا دواء دواء المربعانية على قولتهم، ممتاز. فيه أكثر من لون، فيه الكحلي وفي هذا وفي هذا الفاتح، هذا دواء الشتاء صراحة. العرض إيش يقول؟ تشتري اثنين ثالث مجاني، عاد انت تاخذ القياسات اللي تبيها لك وللي حولك. في المدات هذه اللي هناك، هذه ترى كلها زوالي وقياسات، يعني في اثنين بثلاثة، في منها أربعة بثلاثة، وفي خمسة بثلاثة. كل هذه الألوان اللي ميزها شنو؟ أولا أنها صناعة سورية ومعروفة، ثانيا اللي جايبينها هني سميكة، مو 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 ضعيفة حيل، لا سميكة ممتازة. الأجمل أن كل واحدة تشتريها تشتري اللونين، يعني إذا خذيت هذه شوف من داخل شلون، لون ثاني، يعني تقلبها لون ثاني. هذه نفس الطريقة، هذه تقدم داخل زيتي حلو، والكواليتي مالها بعد ممتاز. هذه داخل أصفر. الحلو أن قلت لك الخامة ممتازة، صناعة سورية، ومختارين شوي سميكة، زائد أن مسوي لها التكايات، هذه هذه كلها تكايات مناسبة لألوانها، غير أن أصلا ترى سفنجها من هني، يعني مسوينها ذهب سفنج، مو اللي هو المضغوط، لا هذا سفنج ممتاز. وعليها عرض على فكرة، شوف هني لكل قياسات العرض، اثنين بثلاثة، بثلاثة بأربعة، وثلاثة بخمسة. فوق الدور الثالث في قسم العدة هني، ومسوين عليه عرض بعد. عندك هذا حبل السحب، هذا شيء لغاية 8 طن، كان بواحد وعشرين دينار 900، هذا هو مفتوح هني مع عدته كاملة ترى، مع الهوك مع القفازات، كان بواحد وعشرين صار ب17.5. عندهم بعد أكثر من شيء عليه عرض، عندك هذه عجبتني، عدة البنشر، هذه عدة البنشر كانت بتسعة وصارت ب7.5. هذه عدة جنطة، جنطة هذه تسكرها تخليها بالسيارة حق الظروف، فيها كل ما تحتاجه من هذه المعدات اللي توسع، وفي من رقع، شوف هذه كلها رقع تحت، شفتها شلابتين، هذه اللي تشيل الولف، هذا اللي فيه الزيت اللي عشان يسهل لك العملية، هذه مالت الهواء ممتازة، حتى الشفرة موجودة هنا. هذه عدة كاملة هني، بعد في داخل عندك أكثر من منفاخ. هذه عليها عرض، كانت ب9 صارت ب7.5، وفرصة. هذه المظلات مالت الكشتات، خصوصا اليومين إذا في شمس، عندك هذه المظلات الظهر، يجي معها 6 عمدان، ويجي مع وتقدر تشكلهم بأكثر من شكل، يعني تقدر تسويها على شكل إشراع، على بالشكل هذا. عندهم أكثر من نوع، في خامة تنزانية اللي هم يسوونها، هذه تنزاني، وفي مثل هذه النايلون، كلهم عليهم عروض، هذه التنزاني وهذه غيرها، كلهم لو تلاحظون سعرهم قبل وبعد، وهالعروض ترى اليوم مسوينها. يا جماعة العرض ممتاز جدا ولا يطوفكم، اللي هو مال الباكج، لأن ولا مرة سووه، وفرصة، وترى مسوينها حق بس الكمية اللي موجودة هنا. يعني طبعا كل كم، يعني كل طلب لازم يصير 4 كراسي، فخلنا نقول عندهم 20 باكج، 20 طلب من الكراسي هذه اللي كواليتي عالية. فإذا أنت ناوي والله هي فرصة، لأن عندك بس 20 واحد، طبعا اختار اللون اللي تبي، هذا موجود وهذاك الأصفر والأسود والأحمر، أسف منين جبت أسود ما أدري. وفي هنا عندك قسم الخيام، هذا خيمة اسمها خيمة المكشات، سهلة وسريعة، ثلاثة بثلاثة تكون طبقتين. وعندك هذه مالت المبيت الصغيرة، بس هذه طبعا تكون راهية بالعرض، لأن عرضها لو تلاحظ هنا عرضها 1.5 متر موجودة عندهم، وتتصفط رصيص صغيرة. وهذه خيام، أنا أنصح هذه خيام الحوش، خيام عندك مزرعة برا البيت، حتى لو تبي تحطها في مكان سهلة، هذه 4 متر في 4 متر، ترى تركيبها لا يغرك، سهلة وبسيطة.
يعني كلها شغل تركيب. وهذه الحلوة ترى حتى لو أنت ما تبيهم هم يركبونها اطلبها واشترها وخلهم هم يركبونها، تقدر بعشر دنانير تركيبها حتى الإزالة. ها لو بزيلها عشر دنانير ممتاز، يعني حتى لو آخر الموسم تبي تشيلها نفس الطريقة عشر دنانير. في منها أربعة، هذه اسمها دسمان، أربعة بستة، ثلاثة بأربعة، هذه بعد دسمان أربعة بثلاثة. شو الفرق بينهم؟ طبقة وطبقة، هذه الطبقة وهذه طبقتين صح. وعندك أربعة بأربعة هذه اللي موجودة هني، وخيمة ذهب هذه المقصود فيها حق الكشتات، هذه ممتازة، هذه البيرق، هذه ترى بس عمود واحد تشده تقوم الخيمة بالكامل. أربعة بأربعة ترى هذه راهية، هذا مسوينه كأنه سرير ترى ينسدح، ويعني تقدر تخليه ينسدح يصير سرير، وتقدر ترده يصير كرسي. هذا أسعاره بعد عليه عرض. والذهاب بالعزب أشكال وأنواع، حتى الأحجام، يعني عندك هذه مثلا، هذه حق قهوة وشاي كاملة، والأغراض اللي فيها يعني مو نظام تجاري، يعني مو أي دلة، مو أي هذا، شغل مرتب. حتى هذول الفرنسية الكاين الفرنسية، هذه وهذه الهبة، وبوريكم هناك. شوف البنفسجي مكان كامل كله جناط اللي هي يسمونها الخزامة بأشكالها، موجود منها هذا الحجم وهذا الحجم موجود. تبي تشتري هالجنطة بروح موجودة، تبي الجنطة معبية موجودة، حتى أن في هني عزبة هذه كبيرة، هذه عزبة كاملة وراهية بصحونها بشغلها، حتى المشخار الفناجيل الشولة كل شيء موجود. هذا فرن ذهب ترى على فكرة، ومجربة ممتاز حق الفطاير صغيرة، بس عليك العجينة والفطيرة من تحت، تقدر تشغلها من تحت بس، تقدر من تحت وفوق. طبعا سعرها قبل وبعد صارت ب 21 بدأ 26، وتسكر بهالشكل، ويكون فيها على فكرة إضاءة من داخل. أنا مجربة هذه ممتازة، ومجربة حق الفطاير حتى حق الخبز. هذا قسم الآيس بوكسات، هذه كلها آيس بوكسات بأحجامها حتى الصغير هنا. هذه اللي أقول لكم الجناط، هذه كلها جناط، ترى جناط ذهب بأنواعها أو بألوانها، هذا اللون وهذا اللون، عندك هني وهني، طب وتخير بالحجم اللي تبيه. في أشياء ما أقدر أجي ذهب ما أسولف عنها، الماركة الإسبانية اللي هناك، عندك الفحم، هذا الفحم الدفعة هذه مالت السنة هذه عليها مدح قوي، وأنا باخذ منها صراحة المزرعة، بس بشوف لي طريقة، أنا سيارتي صراحة ما تشيل. وعندي سلمكم الله، هذه ما تقدر تجي ذهاب لأنهم وكيلها، هذه الشولة يعني مفروض أجيب شومان طباخ يسولف عنها، ممتازة 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 الماركة هذه، ممتازة للشول، للصاجات، في صاجة بعد مربعة حق البرجر مال البرجر، وهذولي هذه تقلي فيها كل شيء، تبيها مقلاة تبيها اللي تبيها، لأن الكواليتي عالي جدا، الكواليتي هذه ما تدري هي كأنها مقلفنة ما أدري شنو، بس ممتازة. هذه أحجامها، في شيء صغير تدي ما في سماكة، وفي شيء له عمق. هذه ماركة أسبانية وكلها ذهب. طبعا شبت النار والحطب، لازم الشاخوف اللي هو تركبه على أي غاز، طبعا هني تبي محولات الغاز والروس كلها موجودة هني، وهذه اللي فوق اللي يسمونه الشاخوف، في شيء طويل وفي شيء قصير. هذا صغير، هذا صح؟ هذا عليه خصم؟ هذا السعر قبل وبعد. هذا اللي بيدي، شوف هذا تحطه بالنار وتركب عليه الغاز، ترى حتى هذا تقدر تركب عليه. وهذا طبعا قسم المواد الغذائية للذهب، ابتداء من البهارات، عندهم بهارات ذهب، حتى العلب خاصة حق الكشتات موجودة. وفي هذه المنتجات المثلجة القسم هذا، أعطيك العافية، خليك على راحتك. أنا أول مرة أشوف شاني بطل صار شاني كذي، فناتق هنا عنده كلها. هذه مشروبات بعد، أوه الماركة التركية أولوداك موجود. خذيت والله دلاغات لي وللربع بالعبدلي، دلاغات ممتازة جدا، دلاغات ذهب. والله ذكرتوني من ساعة أقول حق أبو عمر نبي رقم تليفون، خلني أسأل أحد، لأن أدري قلت له يمكن ناس يبون دلاغات بس ما يبون يجون. خلني أحط أسألهم عن الرقم وأجي. هذا نفسه، هذا في واتساب صح؟ واتساب. هذا يا جماعة الواتساب اللي تقدر تطلب عليه، ترى كل المنتجات هني تقدر تطلبها ويوصل لك، بس احرص صراحة على شغلتين، الدلاغات، عطني هذا خلنا ناخذه، الدلاغات زائد الكراسي هذا ما تكرر، اللي يبي شيء العزبة له
او خلينا نقول بيعبي سيارته شغل الكشته كلها عليكم بالكراسي الحديد مالت ذهب ممتازه. حط لكم الرقم الحين تحت.